كل العالم تأثر من الصور التي تقع أحداثها في القدس في اليومين الأخيرين، لكن هل تعرف حقيقة ما يدور وراء هذه المشاهد؟ عشرات فلسطينيين يأمون المسجد الأقصى للصلاة خلال كل أيام شهر رمضان الكريم. للأسف منهم من تعرض للتحريض على أيدي فلسطينيين لهم مصلحة بالتصعيد، منهم حماس والسلطة الفلسطينية. يمكنكم أن تروا رايات حماس الفضاء في باحة الحرم القدسي الشريف، هذه المنظمة المعروفة بولائها لإيران. حولت مجموعة صغيرة منهم مكان التعبد إلى ساحة قتال، حاملين الحجارة والمفرقعات النارية بدلا من الصلاة والتقرب من الله. ثم قاموا برشق الشرطة الإسرائيلية بالحجارة ولاذوا الاستبان داخل المدنسين قدسيته. هذه هي نفس الشرطة التي تخدم المصلين كل أيام الشهر الفضيل. إسرائيل ستواصل تأمين حرية العبادة لكل الديانات بما فيها في شهر رمضان الكريم. إسرائيل كفلت حرية العبادة في القدس بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وفي الأسابيع الأخيرة قامت فيها شعائر هامة للديانات السماوية الثلاثة، اليهودية، المسيحية والإسلام. لكن إسرائيل لم تسمح لمجموعة صغيرة من المشاهدين الإخلال بالنظام وزرع الدمار في الحرم القدسي. وأفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين 10 مايو 2021 بأن القوات الإسرائيلية صادرت مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية. وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه على موقع تويتر اليوم بأن القوات الإسرائيلية تحاول طرد مدير المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف المتواجدين معه بالمكتب لإفراغ المسجد تماما. وكانت الأوقاف الإسلامية قد قالت إن قوات الإسرائيلية اقتحمت بشكل مفاجئ اليوم باحات المسجد دون أي سبب، وترفض السماح للأطقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان. وكانت قوات الشرطة قد ردت على مئات الفلسطينيين الذين قذفوا الشرطة بمقذوفات، ردت عليهم بإطلاق قنابل صوتية في محاولة لتفريقهم، موقعة بعض الإصابات وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية منذ قليل. فيما أكدت وكالة معا الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية ألقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية وأطلقت أعيرة مطاطية على المرابطين داخل المسجد الأقصى، ولا زالت المواجهات مستمرة. ووفقا لوكالة معن الفلسطينية فإن التوتر يسود في المسجد الأقصى منذ ساعات فجر اليوم تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال عام 1967. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال.
وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبد العظيم سلهب أن الوضع في القدس الآن خطير، حيث حول القوات الإسرائيلية ساحات المسجد لساحة حرب. كما وصف مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني اليوم الاثنين الوضع في باحات المسجد الأقصى بساحة حرب. وأكد الكسواني أن جنود القوات الإسرائيلية يطلقون الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المعتكفين. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.